تتواصل سلسلة معاناة العديد من العائلات عبر ربوع الوطن. كاميرا قناة غوريا تي في حطت الرحال بولاية مستغانم وبالضبط دوار أولاد العربي. حيث تقطن السيدة أم الجلالي سليماني وعائلتها الصغيرة في غرفة واحدة تنعدم فيها شروط العيش الكريم، خاصة أنها أم لطفلتين رضيعة تبلغ من العمر أسبوعين وبشرى في الخامسة من عمرها. في حجرة واحدة تقضي هذه العائلة جميع حاجيتها، إضافة إلى الوضع الكارثي للغرفة التي غطت جدرانها الرطوبة والتي كانت السبب في إصابة الطفلتين بأمراض في الجهاز التنفسي. أنا مشكلتي هو السكن. أنا كمواطنة جزائرية نغبنت في بلادي، نغبنت بزاف. كنت ساكنة عند عجوزتي، صراني مشكل وخرجت، قعدت نحوس على الكريان، نحوس مستغاني ما كانش لغالي، بقيتها غادية بزاف. بغيت نروح نسكن في تونين، في تونين دومونداو لي لا ريزيدونس قالوا لي باش نديرو الريزيدونس يليق بالدراهم. بون صدت كريا الاولى قالت لي بلي بالعام، ابخي نتفاهمت قالت لي انا بغيت نتفاهموا بالشهر، قلت لها صح ما عنديش، ديتها 12 مليون لافونس مين نكمل العام، قالت لي دروك لا زيديني العام الزواج، قلت لها انايا مع نهار الاول تفاهمنا بالعام بعد قلتي لي بالشهر كيف دروك درتي عليا. قلتها مين نكمل العام بلي يمتلها مليون تاعها بغيت نعطيولها بالشهر، انا غوفيزي رفضت ما قبلتش، كان باقي لي سمانه على رمضان. بون مين هبلوني طلعوا لي لاطونسيون 19 10، طلعوا هادي 19 10، مين طلعوني للسونتر طبيبه بغات تدخلني لوبيتال عين تادلس، وانا ما طبتش باسكو عندي بنت نربي فيها كان في عمرها 3.5 سنين، ما طبتش نفارق بنتي وندخل للمستشفى ونخلي بنتي وحدها. بون زوج تاعي تاني كدابز معاهم، اخرتها ما فهموش، خرجوني ما خلاونيش، رحت لدارنا عاودت ردفت قريب 4 شهور في دارنا، راجلي في جهة عند امه انا في جهة في دارنا مدة 4 شهور، والمشاكل يقواو وصلنا حتى من بنا بيت نتفارق انا والزوج تاعي، لا غالب ما عندناش حل لا غالب، السكن تاعي هو اللي وصلني للطلاق انا والزوج تاعي. وما زاد الطين بلة أن هذه الغرفة التي تأوي العائلة تتحول إلى بركة مائية عند أول زخات مطر. قلت لها اللجنة، قلت لها باللي قلت لها تبيعي السكنة وتسكني في براك، قلت لها وما تديش السكن، وعلاه ب 79 حنا دايرين دوسي، وعلاه ما نقدرش أنا نستفد منه، وعلاه بلادنا ولات هكا، علاه كمواطنين جزائريين ما استغلوش من نسواو في بلادنا والو حنايا، علاه وعلاه في وجه هاد الملائكة زوج، في وجه هاد الملائكة راني بكر الصباح منا نخرج من الدوار، نخرج على 26 باش نكون في خدمتي على 7:30 انا ومولا داري. لذلك تناشد هذه العائلة كل من والي ولاية مستغانم والوزارة الوصية لأخذ ندائهم بعين الاعتبار.